تمام. انا يعني كابتن يوسف وكابتن علاء غطوا حته كبيره، هنكمل على حياتك دي نقطه مهمه جدا. لو حسبتها بيزنس، فلوس بقى للنادي، هو هيوفر للمدرب ده 15000 جنيه من 25 مثلا، هيوفر له 3 شهور وكده وفر 45. هو عنده فرقه عاملها ب 200، تمام، مشى المدرب اللي عمل الفرقه ب 200، جاب مدرب جديد كويس، هيغير ال 200 دي، هيغير منهم كام واحد؟ اقل حاجه 8 9 مثلا، هتحط فوق ال 200 دي 200 تاني. فانت كده خسران مش كسبان، دي اول حاجه، دي لو بتحسبها ماديا. وبعدين انا النهارده جبت لعيب سريع سريع ومواصفاته، عنده سرعه ولعيب كويس وكل حاجه، جبت انا مدرب استحواذ مش عايز لعيبه السرعة كده، يبقى انت اتحملت راتب اللعيب السريع ده وموجود معاك في الفرقه، لو مش هيلعب وهجيب واحد تاني في نفس المكان هيأدي وظيفه تانيه، فانت كده خسرت راتب واحد تاني. ده لو بتتكلم فلوس يعني. المدرب اللي هتجيبه هيجي لك بفلوس تانية وهيجي لك بشرط جزائي تاني. هو مفيش مدرب دلوقتي في مصر بيشتغل من غير شرط جزائي. ان هو عارف ان هو بعد اسبوعين ثلاثه الناس بتشتغل عليه. اضعف عنصر في المنظومه هو المدرب، صح، اضعف واحد. اقوى واحد في المنظومه رئيس النادي، مسؤول بعد وكيل لاعبين. وكيل اللاعبين هو بقى دلوقتي من اقوى الناس في المنظومه. ليه؟ لان هو اوريدي عنده لعيبه جوه الفرقه. خد بالك، انا ما حدش هيقول الكلام ده، ما حدش هيطلع يقول الجملتين دول، عشان الناس كلها عايزه تبقى في شغل وان انا بقى وكيل يكلمني فده شيء مهم جدا، ولازم يبقى في يعني دور واضح ودور يخدم المنظومه، ولازم الناس تعرف يخدم المنظومه، ان انت كوكيل لاعبين او كرئيس نادي لازم اللي يشتغل لازم يخدم المنظومه. النهارده انا كمدرب وانا شغال في مثلا سي مثلا وكيل لاعبين عنده في فرقتي فيها 7 8 لاعبين، انا مثلا ما بتعاملش معاه، او انا الوكيل اللاعبين ده عايز يجيب ناس تانية، فالسبعه تمن مدربين دول ولاهم اللعيبه دول ولاهم لمين؟ الوكيل. فبالتالي انت كمدرب انت متباع قبل ما تدخل. انت الناس بايعينك قبل ما تدخل، وخد بالك ما بشككش في اللعيب، بس برضه في الاول وفي الاخر في يعني اللعيب في الاول وفي الاخر هو عنده وكيله بيتكلم معاه ويبقى الامور اوضح معاه شويه. عمر ما هتبقى علاقه اللعيب بالمدرب اقوى من علاقه اللعيب بالوكيل. مظبوط. واللعيبه بقت هي اللي بتدير الانديه. بمعنى ان النهارده رئيس النادي ممكن يبقى علاقته كويسه باللعيبه، ودي حاجه مش وحشه. النهارده بيعرف رايهم، انتوا اخباركم ايه، فلو في 5 6 لعيبه مش متفقين على كابتن محمد يوسف هيقول لك يا كابتن الامور صعبه ومش عارف بتاع، فانت بالتالي اخدت فيدباك من مين؟ من لعيبه. تمام. اللعيبه دي في الاول وفي الاخر هي عايز مصلحته. هو مصلحتي انا، مصلحتي ان انا ده يمشي ويجي حد تاني، فبالتالي بتخسر فلوس تانيه. مظبوط. فانت المنظومه كلها راحت لاتجاه ايه؟ انت الخسران انت اول واحد بتخسر. صح. النادي ورئيس النادي اول اتنين بيخسروا. طيب. الناس اللي نجحت في مصر اخر 5 سنين. اخر 5 سنين. لو جينا بصينا للمدربين المصريين اللي نجحوا في مصر، هتلاقي حسام حسن قعد في المصري قد ايه؟ 3 سنين. كابتن ايهاب جلال قعد في المقصه 3 سنين. كابتن مختار في الهدف بتاعه، هو نجح في الهدف بتاعه من الثامن او السابع لغايه العاشر 11، قعد بقاله ده الموسم الثالث ليه. كابتن عماد النحاس السنه دي بيأدي شكل كويس جدا، عشان هو جه السيزون اللي فات وبدأ يبني فريق تاني. فالاستقرار موجود. الاستقرار هو اهم شيء. صح. اهم عنصر في الكوره هو الاداره. أيوه. العنصر الاداري اهم من الفني. خد بالك، المدرب 3/4 مدربين مصر بيشتغلوا جانب اداري 80% واشتغل متفرغ للكوره 20%. ليه؟ لان كل الحاجات الاداريه اللي حواليه مش احسن حاجه، فهو بيحاول يساعد فيها. أيوه. وبتيجي على دوره في الجانب الفني. بس فانا شايف ان يعني اعاده تنظيم المنظومه، يعني المنظومه دي لازم، انا موافق في وكلاء وفي كل حاجه، بس يشتغلوا لصالح العام، ما يبقاش لصالح الفردي، ما يبقاش لكل واحد مصلحته، وبعد كده في الاول وفي الاخر اضعف واحد مين؟ المدرب. نتائج وحشه، لا روح. صح. صح. بس.